السلام عليكم، كل سنة بخير. في الهواتف كالعادة كل سنة بخير، وفي الطائرة مفصل. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبقي معنا أثر واحد في باب المال الصالح من المرء الصالح، وهو حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله تعالى عنه. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا وشيخنا لصالح القول والعمل، واغفر للمصنف ونور له في قبره. قال المصنف رحمه الله: عن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. طيب، هذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى. والإمام البخاري عليه رضوان الله تعالى بايع في تصنيفه وفي تراجم أبواب كتبه، وخصوصا كتاب الصحيح، وهذا الكتاب الفذ الذي هو كتاب الأدب المفرد. ذكر أولا حديث عمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني لو كان الإنسان غنيا ثريا وهذا المال مال حلال مبارك، والرجل المالك للمال رجل صالح، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، إذن هذا أعلى ما يكون. طيب، لو كان الإنسان عنده فتاة الدنيا، رجل فقير، كيف يتعامل؟ كيف يتصرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه له طعام يومه، وفي رواية له قوت يومه، قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، في سربه أي في نفسه، في أهله وولده، من أعظم النعم. والله عز وجل امتن على المسلمين
بل وعلى غيرهم لما نالوا نعمة الإيمان، عفوا، لما نالوا نعمة الأمن في النفوس وفي الأموال وفي الأوطان، فهذه من أعظم النعم. المالك الرازق رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي. الله عز وجل الأمن والأمان. فمن أصبح منكم من أصبح آمنا في سربه، تصبح اليوم مثلا أنت في دارك ما مخلوع، ما عليك فزع، تخرج صلاة الفجر، تخرج تقضى، يخرجوا موالين الدار، يخرجوا وليداتك للمدرسة، تمشي أنت للعمل، تجي لدارك تلقى راحة البال في بيتك، ما تلقاش الصداع، ما تلقاش المشاكل. هذا كله وغيره ما يمكن نوصفه الآن احنا ولا نحصر عفوا صور الأمن، لكن اللبيب يفهم. من أصبح منكم آمنا في سيره، فهذه أول درجات السعادة، أن تصبح أنت في آمن. ما قال من أصبح منكم وعنده مليار في الحساب، من أصبح منكم وهو يملك عمارة كبيرة، من أصبح منكم وعنده أفخر وأفخم السيارات، من أصبح منكم آمنا في سيره. والذي فقد هذه النعمة هو من يدرك حقيقة هذا الحديث. الناس الذين فقدوا الأمن في أوطانهم وفي نفوسهم وفي أهليهم وذرياتهم، راكين بعض الناس اللي في بيته ما لقاش الأمن، لا أمن ولا أمان، وربما كيخاف يمشي قاع الدار وكيخاف أنه يبات في شي بلاصة. لكن الذي إذا أراد أن ينام وأراد أن يستريح طاح على جنبه دليمن وناس، والله هذه من أعظم النعم. ملي تجي بالليل وانت في تامرة وفي الخدمة والمشاكل، وتدخل دارك وتلقى الأمور هانية، وتلقى غير بريد ديال أتاي ولا غير شي كويس ديال الحليب ولا غير شي قريشلات ياك، وتاكل وزويتنات وتنعاش، الله وتشخر تل البجر، طبعا راسك تموت من البجر وقبل اللي فيها شويه لما نذكروش يعني. هذه من اعظم النعم. لا لا، ولهذا اقول دائما النعم من حرمها عرف قدرها، لكن من لم يحرم النعم ما عرف قدرها. فمن اصبح منكم امنا في سربه، ان هذه اول درجات السعاده والغنى، اللي هو غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس هي هذه. قال: معافا في جسدي، أصبحت لا تشكو شيئا، ما عندك عظام تشتكي، ما عندك معدة، ما عندك قلب، ما عندك مصران، ما عندك مشكل في الدم، ما عندك مشكل في الرأس، ما. معافا في بدني، أي الفلوس ما كاينينش، أنا متفق معك، قضية مزيرة والقضية ضغوطة شي شوية، ولكن معافا، ما محتاج تحليلة، ما محتاج راديو، ما محتاج عملية، ما محتاج فانيد، ما محتاج شوك، ما غادي تمشي تنعس، ما غادي والو، كتنوض كتلبس حويجات وكتخرج، أتخدم بستين درهم هي متافقين، أتخدم بمية درهم متافقين، أتخدم غير بمية وخمسين أيا سيدي نعم، هذه سيمانة ما كليناش اللحم متافقين. كانوا كل غير خضيرات وغير عديسة وغير بصيلات وغير طويرين على منهج أهلي فاس، كيقليو جوج بصيلات وكيقول لك راه جوج طويرين، والحمد لله. فمن أصبح منكم معافا في بدنه، آمنا في سربه، معافا في بدنه. كاين بعض الناس عندهم الأموال، أموال
لكن حين يصبح كي يتمنى بعد أول يعني يتمنى متى يؤذن الفجر، لأن يعني أصعب آلم هو ألم الليل، هذا أصعب ألم. شتي في النهار ينسى الإنسان ويتناسى، لكن بعض الناس اللي عندهم آلام عافانا الله وإياكم يتمنى طلوع الفجر، فوق شي يطلع النهار يلقى مع من يهضر، يلقى شكون يشوف يطلق من الصرج يشوف الناس الشارع. فإذا أصبح اليوم وهو معافى في بدنه لا يشتكي شيئا، هذه ثاني درجات السعادة. لا تنظر إلى كثرة المال أو قلته، انظر إلى ما تنعم به. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو الفقر والفاقة كما هو حالنا وحال أهل زماننا، هو عنده لكنه لا يقنع ولا يرضى بما قسم الله. الحسن البصري كما قلت كلامه يشبه كلام النبوة كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى، فقال له أتبيعني بصرك بمئة ألف؟ أنت الآن رجل يبصر ينظر ذو عينين، قال له بيع لي هذا النظر، يعني لما تبيع لي النظر ما تبقاش تشوف، بكم؟ بمئة ألف. حنقولوا دابا الآن مئة ألف درهم عشرات المليون، قال لي لا أبدا. قال بيعني سمعك بمئة ألف، قال لا. قال بيعني لسانك بمقايع الدليل في النعم، قال لي يا عبد الله انظر كم تملك من مئات الآلاف وأنت تشكو. الآن بنادم اليوم غير مثلا جاته الجلالة ولا جاء مثلا داك فر ولا المهم ذوي عينيه كيدمعوا ولا نشفوا عينيه ولا الآلام مباشرة يمشي دوز سيدي ب 300 درهم، دير لي عاود هذا الراديو، شري لي يا سيدي هذه التقطيرة، مشات واحد الألف درهم جي عندي من دابا أسبوع، لا راه عندك الطونسي وطالع دير هذه التقطيرة هذه عاود دير ودير ودير ودير. دير واحد الشيء يقول لي أنت الشبكة مشات لك تعطلت جات الشبكة، إوا شنو معمول دابا؟ لا غل صبر واحد الشيء غادي نمشي للنظر ما عندك ما دير. هذا لو عنده الملايير وبغى يشري النظر والله إلا اشترى، ولكنه لا يشترى، ولا يشترى السمع، ولا يشترى ذاقة. شوف بغيتي تعرف الآن قدر نعمة الذوق، شوف الآن كيجيك غير واحد كيجي كل شيء باسم، كل الزبدة واللحم والطراب كلهم بحال 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 بحال، فكيف إذا فقدت حاسة الذوق؟ اش من حياة هذه؟ اش من طعم؟ كليت ولا ما كليت بحال بحال، لا تجد طعما للأكل ولا للشرب ولا لأي شيء. هذه ماشي نعمة، يعني من أعظم النعم. فمن أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه. عندك ما تأكل ذاك النهار، في رواية من الأدب قال عنده طعام يومه، عندك ما تأكل ذاك النهار. نحن نقول ثلاثة الوجبات اللي هي مشتهرة عندنا الآن، عندك ما تفطر وما تتغدى وما تعشى. فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها، أنت أغنى رجل في العالم، لما عندك ما تأكل ذلك اليوم وأنت معافى لا تشتكي وأنت آمن لا تخاف. على الناس الأغنياء والأثرياء عما يبحثون؟ يبحثون عن الأمن ويبحثون عن ما يأكلون، وربما ذاك الرجل الذي يملك المليارات وهذا الواقع خير شاهد، ربما الذي لا يملك يعني حتى بجيب 100 درهم تجده ياكل ما لا ياكله صاحب المليار. يا اخي الحقائق خصنا نعرفوها وندركوها، راه ماشي قضيه اخبار تسمعها، انت في حياتك اليوميه هذا الشيء خصو يكون عندك، خصو عندك منهج حياه، عندك ما تاكل وما تشرب وامن ومعافى، خصك تعترف بنعمه الله عز وجل عليك وتعرف بانه انت من اغنياء العالم. وكما قلت مرارا تجد إنسان الآن اليوم عنده مثلا فيرما ديال التفاح فيها 600 قطار ربما لا يأكل منها تفاحة واحدة. هادشي موجود يا إخوان، راه ماشي خيالات ولا هادشي موجود. شكون اللي كياكل داك التفاح؟ أنا وأنت والآخر والآخر.
حنا اللي كناكلو داك التفاح. تجد عنده فيرما ديال العجوله وديال الغنم وجالس هي كيتقضى ويجيب والدواء والبيطاري ويعلف ويصحح، وفي الاخر كتجي انت اللي كتشري داك اللحم وكتاكل. يعني هو خدام عليك، تعال مهني مع راسك، ما كيموت لك عجل، ما كتموت لك بقره، ما كيخلعك طبيب، ما انقطعت انت. المهم اللي كتبغي كتمشي عند البزار، ما عندكش مشكل، كضرب لجيبك، عندك باش تشري نص كيلو كتشريه، عندك باش تشري رابعه كتشريها، عندك تشري كيلو جوج كيلو، المهم اللي عندك، ولكن كتاكل. مهني مع راسك، وتجيبها للدار وكتفنن، بغيتي ديرها طاجين، بغيتي ديرها طنجيه، بغيتي ديرها مبخره، بغيتي ديرها مقليه مشويه، المهم انت تتفنن بما شئت وكيفاش. هذا هو الغنى الحقيقي يا ولد. لان الانسان اذا كان عنده قوت يومه غدا ليس بيديك، بيدي لا ولا لا. دابا اليوم حنا كنبقاو نضربوا حساب ديال 10 سنين و50 عام و100 عام، واش غدا غادي تصبح؟ الله اعلم. كم من انسان طبخ طعاما فلم ياكل، شحال راح توجدت في الطياب باش يتغداو فاذا بالسيد مات، وهكذا. إذن من أصبح منكم آمنا في سربه، هذا الحديث خصو يكون عندنا أمامنا دائما كنتأملوه. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكأنما حيزت له، ما معنى حيزت؟ جمعت له الدنيا بحذافيرها. هذا يمكن لك تصطلح عليه تسميه أغنى رجل في العالم. شكون هو؟ هو هذا، من هو معافى في بدنه آمنا في سربه له قوت يومه. هاد الثلاثة ديال عنده فهو غني. والله جل وعلا أن نكون ممن استغنى بالله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله: باب طيب النفس. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب طيب النفس. عن عبد الله بن خبيب الجهني عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. طيب، هذا الحديث هو وسط بين الحديثين، بين حديث عمرو بن العاص وبين حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري. بمعنى أعظم، ما ينبغي أن يهتم به المسلم في حياته اليومية، سواء كان غنيا وهو ما يشمله الحديث الأول، أو كان فقيرا وهو ما يشمله الحديث الثاني، المهم كيف يحيا المسلم، كيف يعيش، كيف يتعامل مع نعم الله عز وجل، وكيف يتعامل مع قضائه وقدره. قال عن عبيد الله بن خبيب الجهني عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل. واضح، خرج مثلا شعره يقطر ماء كما وقع مرة في إحدى الصلوات، أو عليه أثار النظافة والطهارة، هذا واضح، وهو طيب النفس. وهذا مما يدرك بالملاحظة والانتباه. الإنسان قد تراه، قد تدرك أن عليه حالات الحزن أو حالات الغضب أو حالات الفرح أو حالة طيب النفس. إنك تشوف هذا الإنسان كيبان لك مرتاح، ناشط بدارجتنا حنا، ناشط، ما هزهاش منين تقالت. هذا هو، هذا هو طيب النفس. طيب النفس يا إخوان هي حالة من حالات القلب، إذا سعد القلب وطاب وطابت الروح ظهر أثر هذا الطيب على البدن. والمسلم ينبغي أن يكون في الأصل دائما طيب النفس،
طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا عجبت لأمر المؤمن، والمؤمن أكمل من المسلم وإن كان هو وسط بين المسلم والمحسن، لكن الحمد لله الإنسان إذا حقق منازل الإيمان في قلبه وأدرك هذه المنزلة العظيمة فصار مؤمنا، هذا هو الذي يحسن التعامل والتصرف. قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، هو إذا كان هكا رابح. كما قلنا بحال مثلا في حديث عمرو بن العاص، رجل صالح له مال صالح، له غنى وثروة، ورجل مؤمن رجل صالح شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هو تغمره الخيرية وتغشاه الخيرية، فهو دائما من أهل الخير، فهو صابر شاكر كما قال الله جل وعلا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهذه أعلى المقامات، أن يحقق الإنسان عبوديته لله جل وعلا في حال الشكر وفي حال الصبر. طيب نرجع إلى الحديث، فقلنا يا رسول الله عفوا خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله أي عاشر أهله، وهذا لا شك حال تراود الإنسان وهو دليل على فرحه وسروره وبهجته إذا عاشر أهله، وهذا فهم قاصر، لأن هذا اللي كيتعامل مع الماديات يكون حاله هكذا. بحال شي واحد مثلا كتلقاه غضبان قلق مأزم كتجبد ليه واحد 100 درهم وهو يضحك، ها دابا هاد طيب النفس ما هو أساسها ومصدرها؟ ماشي القلب، لا. فلهذا الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من تربية النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، هناك آثار كثيرة يصعب إرادها الآن وربما لا تخفى عليكم، أذكر لكم بعضها. أحياناً الصحابة رضوان الله وهم بشر وهم طلبة ومتعلمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجههم ويعلمهم ويؤدبهم حتى كملهم. مثلاً سأل المفلس من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المعنى اللي كان، فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة معنى يغيب عنهم اللي هو معنى المفلس، معروف يكفي من يحتاج. الصحابة رضوان الله عليهم هنا قالوا وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله أي عاشر أهله واستمتع بأهله، فظهرت عليه آثار الفرح والسرور. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف هذا كله هو دائما طيب النفس، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، ولهذا ينبغي أن نقتدي به حتى في مثل هذه الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ضيق نفس ولا يعرف شقاء ولا يعرف أزمة. مر بالمناسبة وهذا من المستملحات، مرة كنت أنا نازل من مدينتي الذهبيه وكان تلج، فمركب معايا واحد السيد لقيته في الطريق نزيت معايا، وبطبيعة الحال الطريق كلها تلج، فلما ضربت واحد الفلام يتزهق السيارة ويقول أرسول الله، وقلت له لا هذا غلط، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدى به،
ويتبع. ومما ينبغي أن يقتدى به عدم الاستغاثة به، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر من مرض وجوع وفقر وألم وأذى وما إلى ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فضل عن سائر البشر بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال لي صحيح صحيح، نعم صحيح. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعودت عليه أزمات خانقة، وقيل كان هو مأزم في تلك اللحظة، تعودت عليه كل أزمات مادية خانقة. نعم كلامك صحيح. فالمقصود المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذاق الفقر وذاق الجوع وذاق الأذى والألم، لكن مع ذلك كان طيب النفس. تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة بمكة بكنوز كسرى، أشنو تسمي هذا؟ هذا ضيق صدر؟ أبدا. إن الصحابة يمتحنون ويعذبون في مكة ويلتجئون إليه يقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا، أما ترى ما نحن فيه، ألا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يثبتهم واش ويبشرهم باش بكنوز كسرى. واش كتتخيلوا انتم هذا التفاؤل العظيم؟ إن وجدب الحال يعني يناسب طبعا ظاهرنا احنا قانوننا احنا لا يناسب إنسان كيتعذب وكتقول له ستمتلكون كنوز كسرى، كتعرف شنو هي كنوز كسرى؟ اش من ذهب واش من لؤلؤ واش من اموال واش من خيرات اللي كانت عند ملوك كسرى. وكذلك كان، فما ان جاءت خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى فتحت بلاد فارس وجاء الصحابه بكنوز كسرى، فتحققت نبوه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصوره. إذن وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. أجل نعم والحمد لله، أي أنا طيب النفس وأحمد الله عز وجل على طيب النفس. والعبد ينبغي أن يحمد الله عز وجل على كل حال. ومما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا قوله أننا إذا رأينا ما يسرنا نقول الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. إنسان إذا شاف المال، شاف الحمد لله الوليدات مستقيمين، شاف الأهل، شاف العافية، شاف السلامة، شاف الأمن في البلاد، شاف الخيرات، شنو يقول؟ الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، أي لا تتم الصالحات إلا بنعمه، لأن هذا من تقديم المعمول على العامل لإفادة الحصر. وإذا رأى غير ذلك، شاف شوية ديال قضية صغيرة، شاف شي أزمة وخمشي خانقة، شاف مرض، شاف بلاء، ما يراه ضرا وشرا في ميزانه هو ميزان المخلوق، أش يقول؟ الحمد لله على كل حال، إن الله عز وجل له الحمد في السماوات وفي الأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد أولا وآخرة وقبل كل شيء وبعد كل شيء، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا أدعية وأذكارا كلها تصدر باش بصيغة الحمد. إذا عطست تقول الحمد لله، إذا لبست ثوبا جديدا تقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. إذا رأيت مبتلا تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. إذا استيقظت من نومك تقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد إلي روحي وأذن لي بذكري. صافي أزيد أزيد أزيد، بمعنى الحمد ينبغي أن يكون يعني لسان العبد له جنبه دائما كل. وخير الكلام سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذ قال عليه الصلاة والسلام: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغناء، من الذي ذكره؟ الله أعلم، أحد الصحابة ذكر الغناء. قد يسأل عن حقيقته، قد يسأل عن أحوال الغني، مهم ذكر موضوع الغناء، هذا هو المقصود. ثم ذكر الغناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن هذا هو الحكم الفصل. النبي عليه الصلاة والسلام سيفصل في هذا ربما الخلاف لهذا النزاع الذي وقع بين الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. هذا بحالش حال قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. واضح كلام الإخوان؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح، أو لا بأس بالغنى لمن اتقى. طيب لمن لم يتقي سيكون في غناه بأس، لأن هذا الغنى، هذا المال الذي بين يديك، تصرفك في هذا المال إن لم يكن تقوى من العبد سيتصرف في هذا المال بغير حق، سينفق بغير حق أو يقتل في نفقه، يجعل يده مغلولة إلى عنقه، إما أنه سيضع في غير يضعه في غير محله، ربما أحيانا باب الصدقة وباب الزكاة، سيتصرف بغير. علاش؟ لأنه فاته هذا الوصف اللي هو العظيم، وصف التقى. فلا بأس بالغنى لمن اتقى، لا عيب في الغنى، لا عيب أن يكون الإنسان غنيا، ولكن ضم إلى الغنى وصف التقى، وصف التقى. طبعاً عندي لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. هذا بحال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه. الصحة يا إخوان لا ثمن لها، العافية لا ثمن لها. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه جاء ابن أخيه النبي عليه الصلاة والسلام، سأل أن يدعو له، أشقال، قال: يا عم سل العافية، سل العافية. قالها ثلاثا، ولهذا من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وارد في أدعية الصباح والمساء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. هذا كان يقوله ثلاثا عليه الصلاة والسلام. إذن والصحة اللي هي تنافي السقم والمرض، وهي كالعافية التي تنافي البلاء. والصحة لمن اتقى خير من الغنى. تلاحظون أن التقوى إذا لازمت الغنى فهي خير، وإذا لازمت الصحة فهي خير. لأن بعض الناس الآن إذا مرضوا وكانوا مجانبين للتقوى صاروا إلى حال ليس بحمد. إنسان إذا مرض، لأن ما يمكنش إنسان يعيش دائما على حال الصحة، والدنيا هذه لا تستقر على حال، الدنيا لا تستقر، فيوم صحة ويوم سقم، يوم بلاء ويوم عافية، يوم غنى ويوم فقر. قل لي شي واحد بقى صحيح طول حياته؟ لا يمكن. حتى إذا لم يمرض أصابه الهرم، وفي الهرم يضعف الإنسان، ولكن لا يمكن، لا يمكن.
كل إنسان بل كل مخلوق، مش غير الإنسان، كل مخلوق لا بد أن تعتريه هذه الأحوال، لا بد، ساعة وساعة، مرة حزن مرة فرح، مرة سقم مرة صحة، مرة بلاء مرة عافية، وهكذا مرة ضر ومرة نفع. ولكن الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد أن يكون من المتقين. ولهذا قال أحد السلف لابنه، قال: يا بني لأن يتقبل الله عز وجل مني ركعتين خير لي من كذا وكذا. قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين. كي يتقبل الله أعمالك لا بد أن تكون من أهل التقوى. إذن والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. من هنا الاقتضاء، طيب النفس من النعم. أشنا هو طيب النفس اللي كنا كنتكلموا عليه؟ هو الإنسان يكون مرتاح البال، مطمئن القلب، منشرح الصدر، إذا رأى النعم على العباد قال: زادهم الله من، لا يحسد. هذا هو طيب النفس. لما كتنعس بالليل مهني، ما كتجلس عندك مظالم العباد وهذا تخشى أن يدعو عليك، وهذا تخشى أن يقتلك، وهذا تخشى أن يؤذيك، وانت محن بحياتك. الإنسان يقول: أنا مؤمن، ما قضاه الله وقدره من صحة وسقم فهذا هو نصيب، من بلاء فهذا هو نصيب، فأنا عبد لله عز وجل، والله جل وعلا يتصرف في، أنا مملوكه وهو مالكي، وأنا لا حول لي ولا قوة، والعباد كلهم لا ينفعون ولا يضر. فأنا علاش غادي نحسد هذا ونبغض هذا؟ وعلاش إلا كان البغض لله جل وعلا؟ أما إحنا كنهضروا على ميزان الدنيا، شتي طلعوا الناس هبطوا، أنت لا يزيدك هذا شيء، وإنما تحمد الله عز وجل على ما أعطاك. ولهذا قال: وطيب النفس من النعم، أن يعيش الإنسان مرتاح. شتي الإنسان إذا كان طيب النفس يجد خشوعا في صلاته، يجد حلاوة عند قراءة كلام ربه، يجد طمأنينة في معاشرة إخوانه، وراحة في مجالسته لأحبائه. طيب النفس حاش هذاك الإنسان اللي جالس هو كيسين يشن يقول هذا، أش غادي يدير هذا، كيفاش غيتصرف هذا، علاش هذاك مشى، علاش هذاك جا، علاش هذاك طلع، علاش هذاك هبط، هذاك البارح ما كانش عنده ولا عنده، هو محن. اش كيتمحن؟ أنت تعيش برزقك الذي قدره الله. إلا بغيتي تغبط الناس وتحسد الناس، حسدهم في العلم وحسدهم في الصلاح، هذا هو الحسد المشروع. وشوف الناس اللي ارتقوا وطلعوا في منازل العلم والإيمان، هما اللي تحسد. وقل: اش كيديروا دوك الناس اللي كينفق وانت عندك باش تنفق؟ انفق. واللي شتي صابر محتسب قل: انا كخصني نكون. ولقيته يتعلم تعلم، ولقيته كيحفظ حتى انت اجتهد في الحفظ، ولقيته يسعى في خدمة الناس بكل ما أوتي حتى انت سعى في خدمة الناس وتقرب إلى الله عز وجل ونافس الناس، حتى انت نوض كما قالوا بعض التابعين لما عيب عليه كثرة العبادة، قال: لا حتى يعلم أصحاب رسول الله أنهم تركوا من بعدهم رجالا، ما خلوش الشميت من مراهم، باش تفهموا هذيك المام ديال خلاو الرجال، ماشي الرجال انهم كيقتلوا ولا الرجال مثلا كيضربوا ولا الرجال هما اللي متحكمين ولا الرجال، هو انك تكون رجل في العلم ورجل في العباده ورجل في الانفاق ورجل في التعاون ورجل في البذل ورجل في النصح ورجل في الاصلاح بين الناس ورجل في خدمه الناس وتقديم المعروف للناس، هذه هي الرجل الحقيقي، وبهذا تكسب طيب النفس. جعلنا الله وإياكم من صالح المؤمنين، ووفقنا الله وإياكم لصالح العلم والعمل، وهدانا الله وإياكم لحسن الخلق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزاك خير.
الله.